نعمة لكم وسلام من الله بنا ومن ربنا يسوع المسيح آمين. القراءة المعينة لهذا الأحد مأخوذة من الإنجيل الذي سمعناه من متى الأصحاح 21 وابتداء من العدد الأول. The text for this Sunday is taken from the Gospel that we heard and that you can find on the bulletin in front of you. أيها الأحباب في الرب يصادف هذا الأحد كما ترون أحد الأدفنت أو أحد المجيء الأول ومعه تبدأ سنة كنسية جديدة. لذلك نرى أن الألوان الكنسية قد تغيرت. انتقلنا من اللون الأخضر إلى اللون الليلي. للتذكير أن فترة الأدفنت هي فترة تحضير، فترة استعداد وتأمل، صلاة وترقب. فترة الأدفنت تشبه فترة الآلام، لذلك نرى نفس الألوان في الكنيسة. الاستعداد نفسه ولكن بطرق مختلفة. في فترة الأدفنت تترقب بشوق ميلاد طفل المغارة. لذلك نتأمل في الآحاد الأربعة في حياة أناس عاشوا يترقبون مجيء المسيح. لذلك نتذكر الأنبياء الذين عاشوا وتنبؤوا عن مجيئه. ولكن نتذكر يوحنا المعمدان الذي أتى قبله ليحضر لذلك المجيء. كما نتأمل في حياة العذراء مريم والتي حملت به مدة 9 شهور وكانت تترقب بفارغ الصبر أن يولد طفل المؤخر. ولكن ربما يستغرب البعض أن إنجيل هذا الأحد هو نفس إنجيل أنه أحد الشعنين، قصة دخول يسوع إلى أورشليم. أحد المجيء يذكرنا بمجيء المسيح إلى القدس ويحثنا أن نتأمل في الجماهير التي هبت لاستقباله. علنا نحن أيضا نهب وننهض لاستقباله وللتحضير لمجيئه الثاني. مع الأحد الأول تبدأ دورة جديدة، سنة كنسية جديدة، ولكن أيضا دورة جديدة من العظام. إحنا في كنيستنا كل 6 سنين القراءات أو العظات تتغير، وبالتالي تقريبا كل 6 سنين بنحاول إن نقرأ كل القراءات المهمة من الكتاب المقدس، يعني نخلص الكتاب المقدس في 6 سنين. ابتداءنا من هذا الأحد ولمدة سنة كاملة تتمحور العظات حول الإنجيل. في السنة القادمة نتأمل في الرسائل، ومن ثم 4 سنين أخرى نتأمل في قراءات أخرى منتقاة تلخص لب اللاهوت المسيحي. إذن موضوع الوعظ لهذا الأحد هو دخول يسوع إلى أورشليم، وهي قصة مألوفة جدا عندنا. ولكن في هذا الصباح أردت أن نتأمل في 3 كلمات منها فقط. يسوع أوصى تلاميذه أن يذهبوا إلى القرية التي أمامهما، وقال لهم: ستجداني أتانا مربوطا وجحشا، وأوصاهما أن يحلاهما ويأتيان بهما إليه. ومن ثم قال لهما: وإن سألهما أحد شيئا فقولا: الرب محتاج إليهما. هذه الكلمات الثلاث تلفت النظر: الرب محتاج إليهما، وهي كلمة يبدو أن فيها شيء من التناقض. الرب خالق السماوات والأرض، الرب الذي يدير الكون يخلق الشيء من العدم، الرب مالك الكل، رب الكل الذي لا يعوزه شيء، الرب محتاج.
وكأنه ينقصه شيء، وكأنه ضعيف بحاجة إلى مساعدة. الرب محتاج، كلمة لا يمكن أن نمر عنها مرة كرام. ففي هذه الكلمات شيء غريب، شيء غير معهود، شيء صعب الفهم. كيف يكون الرب محتاج؟ ومحتاج إلى ماذا؟ إلى جحش. لو كان الكتاب المقدس أحد كتب الخيال العلمي لكانت القصة كالتالي: لكان حرك الرب يده وإذا بحمار ينزل من السماء، حمار له أجنحة بيضاء لتقل ملك الملوك ورب الأرباب. ولكن لأن الكتاب المقدس كتاب حقيقي وواقعي نراه يقول أن الرب محتاج، الرب محتاج لجحش يدخل فيه إلى القدس. في الكتاب المقدس أيها الأحباب، خالق الكون يعمل عن طريق خليقته. في هذه القصة يعمل عن طريق جحش. الله في الكتاب المقدس بحاجة إلى يدين، إلى رجلين، إلى فم، إلى أذنين. الرب بحاجة لنا كي يدخل هذا العالم. هذه نقلة نوعية في التفكير البشري. الله يعمل عن طريق البشر، بل الله بحاجة إلى الإنسان كي يغير العالم. أي أن العالم لن يتغير لوحده، بل عن طريقنا نحن. نحن أدوات الله في التغيير. مرات كتير بسمع ناس بيفكروا وبيقولوا بيصلوا إنه الله يغير الأمور، وأقول في نفسي: كيف سيغير الله الأمور إذا الناس نفسهم لم يكونوا مستعدين للتغيير؟ الله مستعد بيمسك هالعصا وبيعمل هيك بيطلع له جحش أو بيغير الأمور. بل الرب محتاج إلينا كي يغير ويبدل. الرب بحاجة إلى يدين. ربما هناك شخص في محيطه بحاجة إلى يد تمد له العون والمساعدة، يد تحمل معه. الرب بحاجة إلى يديك كي يكمل تلك المهمة. الرب بحاجة إلى رجلين. بجوز في شخص حواليك بده حدا يزوره، بده حدا يطمئن عليه، بده حدا يقرع باب بيته. ربما هناك شخص بحاجة إلى رفيق يمشي معه في مهنته، في مشوار حياته، خاصة في الأوقات الصعبة. الرب بحاجة إلى رجليك كي يقوم بهذا العمل عن طريقك. سيزور الله ذلك الإنسان. الرب بحاجة إلى فم يتكلم من خلاله. يجوز في شخص من قرايبك بده نصيحة، بده مشورة، بده كلمة تخفف عنه، كلمة تساعده. الله يريد أن يخاطب ذلك الشخص عن طريقه. إنه بحاجة إلى فمك ولسانك. الرب بحاجة إلى أذنين. بجوز في شخص في حياتك مش ملاقي حدا يسمع له، مش ملاقي حدا لمين يشكي همه، لا يوجد قلب مفتوح يستوعبه، لا يوجد من يصغي لهمومه. الرب بحاجة إلى أذنين تسمعان لذلك الشخص. هذه أيها الأحباء هي الثورة في التفكير الإنساني. الله يعمل عن طريقنا وليس عن طريق عصا سحرية. الله يغير العالم عن طريقنا وليس عن طرق جانبية. نحن البشر، نحن المسيحيين، نحن أيدي الله، رجليه، فمه وأذنانه. لذلك فترة الأدفنت لها مفهوم آخر. نحن لا نستعد لاستقبال طفل المغارة، فطفل المغارة ولد قبل 2000 عام. ولكننا إذا نستعد لمجيئه الثاني فإنما نفعل ذلك
بأن نكون متنبهين للمحتاجين من حولنا وما أكثرهم. فترة الأدفنت تريد أن تحضرنا كي ننتبه للناس من حولنا، فهؤلاء على موعد مع المخلص. المخلص يريد أن يزورهم، أن يعيد عليهم، أن يكون بجانبهم، ولكنه بحاجة إلينا ليقوم بذلك. الله يجيء إلى عالمنا عن طريقنا. الله يحل وسط هذا العالم الغارق في الآثام عبرنا نحن. الله الذي جاء أرضنا في محيا طفل المغارة هو بحاجة لنا اليوم كي يدخل إلى عالمنا المتألم والمحتاج. العالم محتاج والرب محتاج لنا كي يسد احتياجات العالم من حولنا. إذا فلنستعد لأن الرب بحاجة لنا. آمين.